السلام عليكم ورحمة الله، أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية، ومع الدرس السادس بعنوان نشيد نحن لها فداء. زي ما اتفقنا مع بعض سابقا أن احنا بنقرأ النشيد إلقاء ثم نتناوله بالشرح والتحليل، والآن مع النشيد. نحن لها فداء للشاعر أحمد إسماعيل. بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة، يزينها النخيل على ضفاف النيل، والتين والزيتون والقمح والليمون، هواؤها شفاء وماؤها دواء، عزيزة علينا حبيبة إلينا، نحن لها فداء، نحن لها فداء. والآن مع النشيد بالشرح والتحليل. البيت الأول بيقول لنا بلادنا الحبيبة حقولها خصيبة. بلاد جمع لأنها تدل على بلاد كثيرة، أما لو عايزين مفردها هنقول إيه؟ مفرد بلاد بلد، مفرد بلاد بلد. طيب كلمة الحبيبة، ما معنى الحبيبة؟ الحبيبة معناها المحبوبة والمضاد المكروهة. معنى الحبيبة المحبوبة يعني البلد اللي احنا بنحبها، والمضاد الشيء اللي احنا بنحبه مضاده ايه؟ الشيء اللي احنا بنكرهه، يبقى المحبوبة مضادها المكروهة. حقول مفرد ولا جمع؟ تدل على كام؟ على كثير، يبقى حقول جمع. عايزين مفردها نقول مفرد حقول حقل، مفرد حقول ايه؟ حقل. تعالوا مع بعض الكلمة خصيبة. حقول بلادنا خصيبة، ما معنى خصيبة؟ معنى خصيبة صالحة للزراعة، يعني ينفع نزرع فيها جميع المزروعات والفواكه والأشجار. والمضاد إيه؟ كلمة جدباء. جدباء يعني إيه جدباء؟ يعني الأرض اللي هي غير صالحة للزراعة، اللي ما ينفعش نزرع فيها ولا ينبت فيها زرع مطلقا. يبقى معنى خصيبة صالحة للزراعة، والمضاد جدباء. إذا الشاعر هنا بيذكرنا أن بلادنا حبيبة، حبيبة إلى قلوبنا، ثم يصف لنا حقول بلادنا والأراضي الزراعية اللي فيها، ويقول إن بلادنا حقولها إيه؟ خصيبة، يعني حقول صالحة للزراعة. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة. ما اسم الشاعر النشيد؟ اسم شاعر النشيد هو، يلا نذكر مع بعض، الشاعر أحمد إسماعيل. السؤال الثاني، بما وصف الشاعر حقول بلادنا؟ لو رجعنا للبيت الأول قال لنا إيه؟ حقولها خصيبة، وإحنا قلنا خصيبة معناها صالحة للزراعة، يبقى الشاعر وصف حقول بلادنا بإيه؟ بأنها خصيبة صالحة للزراعة. يزينها النخيل على ضفاف النيل. يزينها يعني إيه؟ الحقول، المقصود حقول بلادنا، بيزينها النخيل. طيب يزين أو يزينها معناها إيه؟ يزينها معناها يجملها، يبقى اللي بيزين شيء كأنه بيجمله. والمضاد أي العكس، يعني يقبحها، يقبحها أو يلوثها. النخيل مفرد ولا جمع؟ النخيل جمع. مفرد النخيل إيه؟ النخلة. مفرد النخيل النخلة. على ضفاف النيل، كلمة ضفاف معنى ضفاف شواطئ، أي جوانب نهر النيل، مقصود به جوانب نهر النيل. طيب ومفرد ضفاف؟ ضفة. مفرد ضفاف ضفة. نأتي الآن إلى الأسئلة. ماذا يزين ضفاف النيل؟ إيه اللي بيزين ضفاف النيل كما قال الشاعر؟ نرجع للبيت بيقول لنا إيه؟ يزينها النخيل، يبقى إيه اللي بيزين ضفاف النيل؟ النخيل. السؤال الثاني، أين يوجد النخيل؟ نشوف من البيت ونفكر مع بعض، إيه اللي بيوجد، إيه أين يوجد النخيل؟ موجود فين النخيل؟
بيقول لنا إيه؟ على ضفاف النيل. بعد كده بيقول لنا الشاعر: والتين والزيتون والقمح والليمون، هواؤها شفاء وماؤها دواء. معنى شفاء ودواء، المقصود بشفاء علاج المرضى أو علاج المريض. طيب والدواء اللي هو العلاج اللي بيتناوله المريض حتى يحدث الشفاء بإذن الله تعالى. طيب معنى شفاء ودواء معناهم الاتنين نقدر نقول عنهم علاج، والمضاد مرض. يبقى شفاء أو دواء معناه علاج، والمضاد إيه؟ مرض. جمع ماء مياه أو أمواه، جمع ماء مياه أو أمواه. ما أنواع الزروع والفواكه الموجودة على ضفاف النيل؟ نرجع للأبيات، هنلاقي الشاعر ذكر لنا في البيت السابق إن موجود في على ضفاف النيل إيه؟ نخيل. وهنا في الأبيات هنا بيقول لنا إيه؟ موجود تين وموجود زيتون وموجود قمح وموجود ليمون، ودي أنواع من زروع وفواكه. يبقى ما أنواع الزروع والفواكه الموجودة على ضفاف النيل؟ النخيل والتين والزيتون والقمح والليمون، ودي كلها خيرات، خيرات ترجع هذه الخيرات بإذن الله تعالى لإيه؟ لوجود نهر النيل. نشوف السؤال التاني مع بعض: بما وصف الشاعر هواء مصر؟ يلا نفكر مع بعض. من الأبيات الشاعر قال عن هواء مصر إيه؟ أنها أحسنتم بأنه شفاء، يبقى هواء مصر شفاء. السؤال اللي بعده على طول: بما وصف الشاعر ماء مصر؟ الشاعر في الأبيات السابقة أو في البيتين السابقين وصف ماء مصر بإيه؟ بأنه دواء. عزيزة علينا، حبيبة إلينا، نحن لها فداء، نحن لها فداء. معنى عزيزة إيه؟ غالية ولها مكانة في قلوبنا جميعا، بنحب مصر ومصر عزيزة إلى قلوبنا وغالية على قلوبنا. والمضاد ذليلة، يبقى معنى عزيزة غالية والمضاد ذليلة. نحن لها فداء، ما معنى فداء؟ فداء معناها تضحية، فداء معناها تضحية. نأتي الآن إلى الأسئلة: ما مكانة مصر في قلوبنا؟ إيه هي مكانة بلادنا الحبيبة مصر في قلوبنا؟ لو رجعنا للبيت اللي قاله الشاعر قال إيه؟ عزيزة علينا، حبيبة إلينا، يبقى مكانة مصر في قلوبنا إيه؟ أنها عزيزة علينا وحبيبة إلينا. سؤال بيقول لنا: بماذا نفدي مصر؟ أو السؤال بصيغة أخرى: ما واجبنا نحو مصر؟ يبقى ننفع نقول السؤال ده أو ده، بماذا نفدي مصر أو ما واجبنا نحو مصر؟ الإجابة هتكون إيه؟ نفديها بأرواحنا. نأتي الآن إلى تحليل كلمة النخيل وكلمة دواء. نلاحظ مع بعض كلمة النخيل بها لام شمسية، واللام الشمسية لا تنطق، وكمان الحرف اللي بعدها بيكون مشدد. طيب بنحلل إزاي الكلمة اللي فيها لام شمسية؟ الألف تنزل زي ما هي، اللام تنزل زي ما هي، ولكنها أيضا لا تنطق في التحليل. طيب الحرف المشدد بنعمل ايه؟ الحرف مشدد بنقسمه لحرفين، اول حرف منهم عليه سكون، تاني حرف منهم عليه الحركة اللي مع الشدة. هنا عندنا النون بنقسمه لحرفين، الاول حرف الاول هيكون ايه؟ ساكن. طيب ساكن يعمل مقطع لوحده ولا يعمل مقطع مع اللي قبله؟ بيسند على اللي قبله. يبقى بنقول ايه؟ اول مقطع ان، اول مقطع اسمه ايه؟ أن. راحت فين اللام؟ اللام شمسية لا تنطق. طيب بعد النون الساكنة هيكون عندنا إيه؟ نون عليها فتحة. ليه الفتحة؟ علشان الشدة معاها إيه؟ فتحة. وطبعا ما بنكتبش الشدة في التحليل. يبقى هنا عندنا مقطعين، أول مقطع اسمه أن، تاني مقطع نا. الخاء تحتها كسرة، حرف عجوز ولا حرف نشيط؟ عجوز، يعني ما ينفعش نقرأه لوحده. ولا حرف نشيط يعني ينفع نقرأه لوحده؟ الخاء اللي تحتها كسرة ينفع نقرأها لوحدها ونقول إيه؟ خي خي. طيب وما دمنا
نعرف نقرأها لوحدها، يبقى أكيد نبدأ بيها حرف مقطع جديد. خي الياء هنا إيه؟ مد، والمد بيكون مع اللي قبله، المد يسند مع اللي قبله، يبقى المقطع ده اسمه إيه؟ أو ننطقه إزاي؟ خي آخر حرف اللام عليه ضمة، حرف نشيط مش محتاج يسند على حد، فنعمل المقطع لوحده. يبقى هنا عندنا أن نا خي لو، كم مقطع صوتي؟ 1 2 3 4. كلمة دواء، كلمة دواء مد بإيه؟ بالألف، يبقى هنا في حرف عجوز واحد بس، والحرف العجوز هيسند على اللي قبله. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنحللها إزاي. دال عليها فتحة، دال عليها فتحة نشيطة، يبقى د الواو هنا مد؟ لا طبعا، ده عليها إيه؟ عليها فتحة. طيب الواو اللي عليها فتحة نشيطة، يعني ينفع نقرأها لوحدها ولا ما ينفعش نقرأها لوحدها؟ ينفع نقرأها لوحدها، أحسنتم. يبقى نبدأ بها مقطع جديد. و الألف المد، قلنا سابقا المد بإيه؟ يسند على اللي قبله، يبقى نقول و الهمزة اللي عليها تنوين، الهمزة اللي عليها تنوين حرف نشيط، ينفع نقول أن يبقى هنا كان عندنا دواء كم مقطع صوتي؟ 3. يلا ننطق مع بعض، د و ان دواء. ايه عندنا بعد كده؟ شبكة المفردات، معانا كلمتي النيل وحقول، النيل وحقول. نفكر مع بعض، يا ترى نهر النيل ممكن نلاقي له شبكة مفردات ايه؟ طبعا عندنا كمية كبيرة من الكلمات لشبكة مفردات النيل، تعالوا نختار منها. النيل فيه ايه؟ ماء. ايه كمان؟ حقول زي ما شفنا في النشيد. ايه كمان؟ ضفاف، حواليه ضفاف وجوانب وشواطئ. عندنا النيل فيه كمان؟ النيل متسبب في الزراعة، يبقى النيل بيفكرنا دايما بإيه؟ بالزراعة. أسماك، يبقى النيل عندنا ماء، حقول، ضفاف، زراعة، أسماك. ينفع أي كلمات تانية؟ طبعا عندنا كلمات كتيرة جدا. حقول نقول إيه؟ الحقول بتسقى بالماء، يبقى عندنا ماء، والحقول فيها إيه؟ زرع. كمان فيها نخيل، فواكه، فيها خيرات كثيرة، يبقى حقول عندنا ماء وزرع ونخيل فواكه خيرات. معنى إيه كمان؟ خريطة الكلمة، عندنا كلمتين خصيبة ويزينها. تعالوا نشوف مع بعض، خصيبة مرادفها ومضادها ونوعها، وندخلها في جملة. معناها إيه؟ خصيبة معناها صالحة للزراعة، ومضادها اللي احنا قلناها في الشرح، مضادها جدباء. نوعها اسم، عرفنا اسم ازاي؟ اخرها تاء مربوطة. طيب يلا ندخلها في جملة مع بعض، هنقول ايه؟ حقول مصر خصيبة، حقول مصر خصيبة. يزينها او يزينها معناها يجملها، والمضاد زي ما قلنا في الشرح يقبحها او يلوثها. طيب هنا يزينها نوعها ايه؟ اسم ولا فعل؟ ما فيهاش لا الف ولام، ولا اخرها تاء مربوطه، ولا اخرها تنوين، ولا ينفع ندخل عليها اي علامه من علامات الاسم، يبقى اذا نقول عليها ايه؟ فعل، نوعها فعل. تعالوا مع بعض ندخلها في جمله، نقول ايه؟ ضفاف النيل يزينها النخيل، ضفاف النيل يزينها النخيل. معانا بعد كده المعاني المتعددة، عزيزة تلميذة مجتهدة، وجملة أخرى اسمها إيه؟ أمي عزيزة علينا. طيب هنا عندنا عزيزة في الجملة الأولى وعزيزة في الجملة الثانية، يا ترى نفس المعنى؟ لا طبعا. طيب تعالوا مع بعض نشوف، عزيزة في الجملة الأولى معناها إيه؟ وفي الجملة الثانية معناها إيه؟ عزيزة تلميذة مجتهدة، يبقى نفهم من كده ان عزيزه هنا اسم ايه؟ اسم بنت، عزيزه اسم بنت. امي عزيزه علينا، سامعكم بتقولي امي غاليه علينا، يبقى عزيزه في الجمله الثانيه معناها
غالية. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا اليوم، أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم وفهمتم الدرس جيدا، وإلى أن ألقاكم في درس آخر لكم مني أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.